الأسماء التي يمتلكها من خبرة في مباراة الليلة يستطيع أن يعني يماشي المباراة كما يريد. يا سلام على هذا المشهد الكبير الجميل من على المدرجات، تجيء على شاكلة جماهير الرجاء التي تغنت في ملعبهم وبالتأكيد دعمت فريق نادي الرجاء هناك في تلك المباراة في الذهاب. كرة في وسط ملعب المباراة لمصلحة فريق نادي هلال القدس. على الجانب الأيسر